ليشك واقفين بوشيك؟ شو جاي تعمل بحارتنا بالنار؟ شو عم تقول لك أبو بشير؟ انت ما سمعت؟ جاي على بيتي. تمنعوني اجي على بيتي؟ نهفي والله. والله الحارة حارتنا، منفوت عليها مين ما بدنا ومنقلع مين ما بدنا. خلصت ابو النار، صير الشر والتكيل، هلا مو وقت الاخذ والعطاء. هيك لك ها هيك وستين هيك لك ابو النار. ولك هلا ما بتقلع من حرارتي حارة الضبع؟ مو رجال حارتي اللي بتتقلع من حارتك يا ابو النار. انت اللي قلعت ابو بشير بالاول، وهيك ديني بدي هيك وفا. لا براك حارة اطلع. ماشي انا هلا رايح، بس بعدين لحفوت على الحارة غصب عنك وعن اللي حواليك. اذا طلع لك لا تقصي، انت واللي بشد على ايدك. نشوف يا ابو شاب نشوف. ونحن ناطرينك يا ابو النار. ولك يا حيف ويا مليون حيف، ولك انا ابو النار اتقلع من الحارة. هدي حالك عقيد، مشان الله هدي حالك. لك شلون بدي هدي حالي وهنوني قدام زبون البيت؟ يعني شو بدي لك عقيد؟ يعني هن من الاول ما بدهم اياك تفوت على الحاره، ولا بدهم اياك تبيع البيت لواحد غريب. بقول لك شو على كيفهم؟ لك هذا بيتي وانا حر فيه، بيعه لمين ما بدي. بس معليش يا حارة الطبع، جايك اليوم. لك ما تقول ابو النار جبر لك يا ابو شهاب، والله لا اعمل فيك العمايل والله. المهم ما فات على البيت وشاف البلاوي الزرقاء اللي صايره فيه. لما قلت لك هذا حافظ الطبع ما بينعطوا وشه ولا بيوقف معه، ما رديت عليه عبيد وفقها بدلتني كمان. والله كلامك طلع مظبوط يا ابو غريب. اجمع رجال عقيد. لا ابو الحكم، شو تجمع رجال ما تجمع رجال، طول بالك. لازم ندرس على المظبوط قبل ما نفوت هيك فوته. شلون يعني يا ابو غريب؟ يعني نحن ما نقعد رجال حارة الطبع ولا؟ لا حاشاك عقيد، قدها وقدود كمان، بس هيك فوتي عقيد بدها تفكير، ممكن حاسبين شي ويطلع معنا شي تاني. شلون يعني؟ ما عم بفهم عليك. روّي عقيد، أنا عم بحكي اللي صار. يعني أنا عم أقول شو رأيك تروح لحارة الماوي وتحط إيدك بإيدهم وتفوتوا عليهم مثل الغضب النازل من السماء، وهيك بتكون أخذت تارخ من أبو شهاب ومن كل حارة الضبع. عم تحكي مظبوط يا أبو غالب، بس بيرضوا حارة الماوي يتكاتفوا معي ضد حارة الضبع وأبو شهاب؟ بيرضوا؟ وليش لحتى ما يرضوا عقيد؟ لا تنسى انه في بيناتهم دم، يعني تارهم اكبر من تارنا بكتير. بقى شو قلت عقيد؟ تروح انت لعندهم ولا انا رتب لك القصة على كيف كيفي؟ انا بدي روح حالي. ما معقول ابو النار ما يجي يعزيني لابني او يوقف معي. والله انا مقصر بحقك يا ابو عرب، مشان هيك جيت لحط ايدي بايدك وقول لك انا جاهز لكل شيء بدك اياه. مثل شو يعني؟ بدنا نفوت فوتي على حارة الضبع غير شكل، فوتي نحرق فيها الأخضر واليابيس. منيح اللي حسيت، وأنت كل هالأيام ما عم تحسن تثبت حالك بين الرجال، وتمحي هالشطين اللي علمهم بوشك أبو شهاب. ليش هو الحكي أبو عرب؟ اللي صار معك صار معي. بعدين هي أبو شهاب علم عليك وضربك وأنت ساكت. لا ماني ساكت أنا، وعم أعدد له لقدي. والله لفوت عليهم فوتي جتهم أولاده. وإيدي فوق إيدك يا أبو عرب. بس أنا فوتي يا أبو النار هالمرة غير كل المرة، غير ما أنت عم تفكر. شلون يعني يا أبو عرب؟ أنا بدي فوت عليهم فوتة يا قاتل يا مقتول، يا حارق يا محروق. بدي فوت عليهم برصاصك أبو النار. شلون؟ برصاصي أبو النار برصاص. لك شو عم تحكي أنت؟ لك هي شغلة كبيرة كتير، أنا ما بوقفك عليها بنوم. لك أنا شلون فكرة؟ نفوت عليهم بالسكاكين والشباري وناكل قتلة تانية وتالتة ورابعة؟ لك فوتة رصاص معناتها حرب؟ وهو هيك رح بيصير حرب؟ لك نشو قبل ما هن يسحبوا علينا رصاص ويتعطونا واحد واحد. شو قلت ابو النار؟ تركني فكر ابو عرب. فكر على راحتك، بس نحن جاهزين، واذا ما نويت تفوت معنا نحن فايتين وما رح نستنى. خلاص بردلك خبر سيدي، بس لا تطول. كلنا كم يوم. شرف سيدي شرف. يلا يلا. شو عم تقولي شريفة؟ ايه ابن عمي لا تخجلني. يعني حبلي حبلي؟ يمكن ابن عمي. يمكن ولا اكيد؟ ان شاء الله اكيد تقبرني. يلا يا رب. طيب شو اللي اكد لك؟ هاد شغل نسوان وانت ما بتعرف بهيك قصص. وين رايحة؟ رح اطلك عشا.
والله ورح تكحل عيونك بشارب يا رشا. الله يتمم بالسلامة يا شريف، الله يتمم بالسلامة يا رب. فدا كل شباب الحارة، هذا كله بيتعوض لمهم السلامة. الحمد لله، الحمد لله اللي اجت بالمال مو بالعيال. الحمد لله. الله يعوض عليك. وكل الله مسلاه. منيح اللي ناضت هيك. قسما بالله العظيم انا بنحط رجلاوي مثل ما كانت. بعيونك ونحن كلياتنا معك. معلوم. الحمد لله يا أم حاتم، الحمد لله على قدر الله. أنا رضيان بكل شيء صار معي. لا إله إلا الله. يمكن يكون ظالم حدا بحياتي والله عز وجل حب ينتقم له، الحمد لله، أو يمتحن صبري. الله فضل علي اللي ما تنخدش وحدة بيناتكم أو حدا من الحارة يصيبه شيء. الحمد لله على قضاء الله يا أبو حاتم. ها هيك الله يرضى عليكي. اشكري الله على كل شيء. الحمد لله اللي اجت بالمال مو بالأنفس. بس هيك رح تتعطل يا ابن عمي. شو بدك تعطل القهوة؟ كم يوم يعني؟ يومين، ثلاثة، جمعة، شهر، وبرجع بساوية وبترجع أحسن مما كانت. روح يا أبو حاتم، ربي يعوض عليك كل قرش راح بألف ضعف. إلهي يا رب ويجبر خاطرك. مرحبا هدى. أهلين خاتم. شلوني؟ الحمد لله. شو وين مرت عمي؟ بالليوان. تفضلي. يلا. أهلين وسهلين أم زكي. بهالقامة وبهالعين. تفضلي تفضلي. الله يزيد فضلك. قلت لحالي اجي على بكير واكسر الصفرة أنا وياكي. ميت أهلا وسهلا. شو وين اللطفية؟ بأوضتها. شو عم تعمل؟ عم تردع بصغيرة. قومي عملي لي فنجان قهوة. قومي. على راسي. شلون كناينك سهان؟ ماشي حاله. عم يعذبوكي شي؟ بيسترجوا؟ ايه تقبري قلبي. الهي شو فارضة شخصيتك، خزيت العين. بس هاللطفية مجننتني يا امزكي. شو عم تعمل لك المقوصة؟ هسرنا وبتفوت لترضع بنتها الصغيرة بتقوم بتنام معها.